اهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج ذكرياتنا، اللي هو يكون برنامج نتكلموا فيه على مجموعه من اللحظات اللي عشناها في الماضي واللي كتشكل واحد نوستالجيا وذاكره حيه لجميع المغاربه. نتكلموا عليها بشكل بسيط وبشكل خفيف. وبما اننا في اسبوع الفيفا فغتكون اولى حلقاتنا حول ذكرياتنا مع المنتخب الوطني المغربي. كما كيعرف الجميع فمباريات المنتخب الوطني كتكون بمثابه عيد واحتفاليه، نظرا لانها كتجيب بعد فتره طويله من الانتظار اللي كتدوم حوالي 3 او 4 اشهر بسبب تواريخ الفيفا المتباعده. يعني ماشي بحال الفرق اللي ممكن انك تشوف المباريات ديالهم جوج مرات في الاسبوع على الاقل. يعني كما كان نوع ديال المباراه اللي غيلعبها المنتخب الوطني المغربي سواء مباراه رسميه او مباراه وديه، يعني كتلقى الجميع كيحاول يبحث على اخبار المنتخب الوطني المغربي. يعني قبل بدايه الانترنت وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، الناس كانت كتبحث على اخبار ديال المنتخب في الجرائد وكذلك في الميديا، وكنتظروا حتى المساء في النشرات الاخباريه باش كنشوفوا الحصص التدريبيه وكذلك اجواء اللي كتحيط بالمنتخب الوطني، لا من ناحيه الفندق ولا من ناحيه الاجواء المحيطه بالملعب اللي غتكون فيه المباراه سواء في المغرب او خارج المغرب. وكيف ما كان المنتخب اللي غادي يلعب ضده، فدائما المباراه كتعرف اهتمام كبير جدا سواء اعلاميا او جماهيريا، فالجميع كيبحث على التوقيت والمواعيد ديال اللقاء وكذلك القنوات الناقله. كنذكر في واحد الفتره القناه الاولى كانت كتنقل جميع مباريات المنتخب الوطني المغربي في البث الارضي، يعني مباريات اللي ملعوبه في المغرب وكذلك اللي ملعوبه خارج ارض الوطن. الجميع كان كيحاول انه يضبط الاشاره ديال القناه الاولى وذلك عبر الهوائيات اللي كتمكننا باننا نشاهدوا البث الارضي. ومن بعد انه من بعد قنوات المشفره اللي احتكرت البث، فالكل كيقلب على وسيله لمشاهده المباراه، اما كيمشي للمقهى يتفرج او كيقلب على جهاز استقبال كيسمح لي انه يتفرج في القناه هذه، وكذلك عبر الروابط اللي كتكون في المواقع الخاصه بالبث المباشر. وكما كان الحال فانفو كتقرب المباراه تبدا كتلقى الصناقي خاوين والشوارع ما فيها حتى واحد، كلشي كتلقاه حدا التلفازه كيتسنى المباراه. ومن اجمل اللحظات من كيبدا المنتخب الوطني المغربي هي لحظه عزف النشيد الوطني. ومن الاشياء المميزه اللي كانت كتميز مباريات المنتخب الوطني المغربي هي التعليق، وعمرنا ما نساو المعلق الكبير السي سعيد الصدوق اللي كان كيخلي واحد الحلاوه وواحد الصبغه خاصه لجميع مباريات المنتخب الوطني المغربي، وكيخليك تحس بالاجواء ديالو، وكان فال خير على المنتخب الوطني المغربي حيث انه علق على جميع المباريات الكبيره خصوصا المباريات اللي كانت حاسمه واللي كانت كتخلينا اننا قراب للتاهل مثلا لكاس العالم. طاهر تميره جميله لعند الحضريوي، الحضريوي شنو غادي يعمل؟ الحضريوي تخرجها ممتازه ديال الحضري، فرصه فرصه، هدف 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 جميل يا الغريسي، الغريسي يسجل عمليه جميله وجميله جدا، هدف جميل 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 ديال الغريسي. الحضريوي حجيتي طلب الكره بوحده في الجهه اليسرى، الحضريوي بامكانه باش يمر تميره جميله، فرصه هدف هدف جميل يا هدف سجلوا رغيف ضربه راسيه ممتازه جدا. واللي كيميز الجماهير المغربيه انها دائما في مباريات المنتخب الوطني كترتدي القميص الوطني، يعني سواء كانت كتفرج في الدار او في المقهى او في الملعب، يعني القميص الوطني كتكون عنده واحد الصبغه خاصه جدا، ودائما اي قميص للمنتخب الوطني عندنا مع ذكريات متميزه بزاف. فالجيل ديال الثمانينات غيبقى دائما يتذكر القميص ديال سنة 1986 اللي خاض به المنتخب الوطني مونديال مكسيكو، وكذلك مونديال 1994، وكذلك القميص الأسطوري والقميص الرائع ديال مونديال 1998، وأيضا كاين القميص اللي لعب فيه المنتخب في كأس إفريقيا 2004 في تونس، إضافة إلى مجموعة من الأقمصة اللي عندها واحد الذكريات وواحد النوستالجيا مميزة عند الجماهير المغربية.
اذا كخلاصه حب وعشق المنتخب الوطني كبير بزاف عند جميع المغاربه، يعني كيف ما كان المستوى كان مستوى جيد او مستوى متقدم، فالمغاربه دائما وراء المنتخب ديالهم. كيفرحوا كيكعاو تقلقوا لك المستوى ماشي هو داك، ولكن عمرهم ما كيتخلاو عليه ودائما كيكونوا وراءه، وان شاء الله نعيشوا معاه افراح ومسرات في المستقبل القريب جدا. والى اللقاء في مقطع اخر ان شاء الله مع برنامج ذكرياتنا. الى اللقاء.